بعرض عسكري مهيب افتتحت تعز برنامجها الاحتفائي لقوات الجيش الوطني في المحافظة بمناسبة الذكرى 55 لعيد الثورة 26 من سبتمبر. أبناء تعز اليوم يؤكدون أنهم سبتمبريون وأنهم عازمون على مواصلة ثورتهم التي خرجوا من أجلها. اليوم تأكيد على ثورة سبتمبر 26 سبتمبر وبادئها التي تحاول عصابة الحوثي دعاة الإمامة والكهنوت إلى مصادرتها عبر ما يسمى بنكسة 21 سبتمبر. نحن مصرين على استعادة النظام الجمهوري بإذن الله سبحانه وتعالى، وتعز هي مشروع وطن، مشروع 26 و14 أكتوبر وال11 فبراير. خرجنا اليوم لنحتفل بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة الذي قضت على الإمامة، ونحن إن شاء الله سنواصل السير على هذا المنهج، منهج أجدادنا وجميع من خرجوا اليوم كلهم هنا ليحيوا علم الجمهورية اليمنية. تحية الجمهورية اليمنية. عيد الثورة المجيدة التي يرى أبناء المدينة هنا أنها تمثل لهم ذكرى أجيال في تاريخ النضال ومقاومة المشاريع الظلامية والانتصار للوطن، وهو الأمر ذاته الذي دفع بهم اليوم إلى الاحتشاد هنا للاحتفال وسط شارع جمال. على مقربة من هذا المكان وتحديدا في بعض جبهات القتال، احتفل الجنود على طريقتهم، حيث تقدم هذه القوات الوطنية صورة أخرى من صور الحب والوفاء، وهي تقوم بتزيين الجدران القريبة منها بعلم الجمهورية، مؤكدين أن طريق من سبقوهم إلى الحرية لابد أن يكتمل. الأفراد في الجبهات يقومون بتزيين الجدران والحيطان وشوارع الموجودة على التماس بأعلام الجمهورية اليمنية وبعيد ثورة 26 سبتمبر. نحن اليوم في ذكرى 26 من ثورة سبتمبر، نؤكد أننا ماضون على مسيرة الثوار، مسيرة الأحرار، سنكسر شوكة الإنقلابيين. بهذه الفعاليات تبدو تعز سباقة في دعم مشروع الدولة المدنية الحديثة واستعادتها من قبضة الجماعات الإنقلابية، وهذا ما برهنته هذه الجمعة التي تدافعت إلى شوارع المدينة احتفاء وتخليدا بذكرى مجيدة. عيد الثورة 55 ذكرى تحتفي به محافظة تعز، حيث تجسد أحداثه بشكل معاصر في جبهات القتال بكسر مشروع الجماعة الإنقلابية وإفشاله إلى الأبد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.